ها انتم البنات، هذه اختي شوفي هذا الموديل اللي عجبك، سكريني اللي عجبك فيهم ودخلي الواتساب. بغيتي موديلات اخرين دخلي عندنا الواتساب كي قلت لك، وعطيني الدوره ديال السبع ديالك ونشوف لك اختي الموديل في هذاك في داك الدوره ديالك اللي قلتي لي. وكاينه البنات هذه حتى هي غزاله، دايره 5500 درهم، 5500 درهم، شي حاجه اللي زوينه بزاف البنات. الموديل ديالها قتال، كيجي واعر في اللبسه ديالو فريمون. انا كنت لبستها واحد النهار في الاخر ونسيتها في يدي، جيت خارجه وشفتها كتجي واعره في اللبسه ديالها لدرجه انها ما عجبتني نسيتها. كتجي غزاله غزاله البنات هذه، اللي عجبتها غادي لها السكرين دوز الواتساب. مرحبا والف مرحبا، دايره 5500 درهم اللي هي 110000 ريال، 5500 درهم اللي هي 110000 ريال. وكما قلت لكم البنات راه لو بري ديال هاد الكورميطات راه ماشي ماشي باش راهم يتمشاو في السوق، حنا راه حاولنا نقصوا فيهم الماكسيموم اللي غنقدوا عليه وكذلك يرضي الناس. كنت اختي غنتواصل معاك واتساب. مرحبا اختي مرحبا. نوامر عندك بانجلي اللي المراه اللي دخلتي ليها اهلا وسهلا. وكاينه هذه اللي فيها الكارتي ليفيز، هانتوما البنات هانتي اختي، كتجي غزاله غزاله في اللبسه ديالها حتى هي ب 5700 درهم اللي هي 114000 ريال، 570 الاورو. كتجي قتاله حتى هذه في اللبسه ناضيه البنات، فيها هنايا على شكل كارتي، راه كاينه السلسله اللي تقدر تمشى معاها. كتجي واعره البنات، الشكل ديالها واعر واعر البنات في الشكل، 5700 درهم. ما قلت لكم البنات اللي بغات تستغل الفرصه تاخذ دي زارتيكل ديال الذهب، اللي ما نقدروش نحكموا على الذهب، يقدر يطلع ما نعرف يقدر ينزل لا وعلم. المهم بنادم غير يتمنى خير ويلتمس يعني انه ياخذ شي حاجه اللي غادي تكون في شهوته، ما نقدروش نعرف يقدر يطلع يقدر ينزل. دابا شكون راه جبد لك الطاب؟ راه كرسي متعلق للجبده مدي هذاك مدي مدي كلشي وطيحه تبعتي عليا حتى تما. شو مالك شو مالك شو مالك يا خويا؟ انا غادي ندعيك. ايوا هاد الزين ديالي، هادي هادي اللي كتحمق هادي البنات. يا سلام يا سلام، شوفوا هاد البنات هادي ديال لويزا ديال الفروج مخرمه، الموديل ديالها غزال غزال البنات. الثمن ديالها ما بقاش كما كان، طاحت في الثمن ديالها، حاولنا نديروها بواحد الثمن اللي غنقدو عليه غير رضينا حنا وكذلك غير رضيكم نتوما، اللي هو 6200 درهم. السلسله بالبوندونتيف 6200 درهم، الثمن اللي ما غتلقايهش بلاصه اخرى، الثمن اللي ما غاديش دوري عليه ما تلقايهش. فروج البلدي هذا اختي شي حاجه اللي غزاله ب 6200 درهم، اللي هي 100 واستنوا اللي هي 120000 ريال. بالسلسلة الشوبار غليظة وزوينة، بوندونتيف كذلك اللي فيها لويزا ديال الفروج غزالة البنات. وانتم كتعرفوا ان لويز الفروج غالي شوية على ديال الراس، فباش تلقاوها بهذا الثمن ب 6200 راه صعيب. شي حاجة اللي غزالة البنات، صراحة انا كتحمقني هاد السلسلة هادي، كتجي ناضية في اللبسة ديالها وكتجي غزالة غزالة البنات. ها انتم البنات السلسلة هنايا تخرمني هنا بالصفر، واللويزا بالحمر كتجي ناضيه ناضيه البنات. صح والعمل والعمليه بزاف يعني واحد السلسله اللي غزاله، ما كنهضر عليها وكنشكرها لكم، وانا اللي زعما اللي هزها في يدي وشايفه الجماليه اللي فيها. كتجي غزاله البنات ب 6200 درهم، اللي عجبتها دير لها سكرين دوز لنا الواتساب. مرحبا الف مرحبا. صراحه اختي الثمن ديالها راه كنا دوزناها ديجا، بصح ماشي بهذا الثمن هذا، طيحنا فيها شويه الثمن يعني ماشي طاح الذهب، ولكن حنا نقصنا لها الثمن باش يعني ترضينا حنايا وكذلك ترضي حتى الكليون. ومرحبا هذه باش ترسم عندي ما ندير الكراشيط باسله، هذه باش ترسم واخا غاد واخا زوينه باسله. وكاينه هذه البنات شحال هذه؟ وكاينه هذه اللي فيها بوندونتيف ديال الكارتي، ها نتوما تا هادي الثمن ديالها جد رخيص، 2750 درهم، 2750 درهم. السلسله بحال هادي ب 2750 درهم،
خولة، أنا عندي أختي النمرة اللي فيها 06 27 55 52 31، وهذوك النوامر كاملين اللي راه النمرة اللي دخلتي لها راه غيجاوبوك فيها، ما كاين حتى شي إشكال. أي نمرة دخلتي لها مرحبا، الدراري غيصيفطوا لك يعاونوك يعني يعطوك الخاطر، أي نمرة مرحبا وألف مرحبا. بغيتي نمرتي أختي مرحبا، هاي النمرة اللي قلت لك فيها 31 في التالي. هذه البنات ب 2750 درهم اللي هو الثمن جد جد مناسب صراحه. انا بدات تفض في الثمن لان الاخر البوندونتيف راها ثقيله البنات وغزاله وصحيحه كما تشوفوا. السلسله كذلك حتى هي غليظه وزوينه، شي حاجه اللي واعره. شكون اللي كيسولني دابا المساليه؟ كتجي واعره واعره في اللبسه ديالها ب 2750 درهم، شي حاجه اللي واعره البنات. اللي عجبتها غادي لها سكرين، غدوز عندي الواتساب. لايف وقف رشيد، لايف وقف ولا لا؟ لا صافي. اش من مدينه؟ مدينه ميدل تختي. واش هذه الميزه 24 كارا؟ والله ما عرف السول. وقول له هذيك الاخرى اللي فيها ماشي هي لا شي 21 واش داك الثمن الميز العادي وصافي. لا زين ديالي لا، أما إلا كانت اللويزة الحرة الزين ديالي راه مغاديش تكون بداك الثمن، راه عاود مغاديش تكون بداك الثمن. لا ماشي اللويزة 24 كارا، هذا غير 21 يمكن ولا غير العادي عاد. ها؟ ياك لا ماشي 2750 درهم غير اللويزة عادي أختي، لا ماشي 24 كارا. كتجي غزالة البنات، كون كانت اللويزة 24 كارا أختي راه صراحة مغاديش تكون بداك الثمن. هو نتبو الحق ما نكذبوش، المهم ما غاديش تكون بداك الثمن، غيكون ثمنها طالع. هذا ما اختي الجرام وكاينه هذه البنات حتى هي غزاله في اللبسه ديالها اللي دايره 2550 درهم، 2550 درهم غزاله غزاله حتى هذه السلسله البنات بالبوندونتيف. كتجي قتاله، اللي بغات تبدل السلسله مرحبا، اللي بغات تبدل البوندونتيف مرحبا، مي راه بجوج بهم دايرين 2550 درهم، ثمن جد مناسب لهاد السلسله بالبوندونتيف. اللي عجبتها غادي لها سكرين دوز الواتساب مرحبا والف مرحبا البنات. واخر وحده هي هذه، حتى هي جايه في اللبسه ديالها زوينه بزاف ب 6800 درهم، 6800 درهم. موديل حتى هي شكلها زوين وكتجي في اللبسه حتى هي ديالها زوينه بزاف ب 6800 درهم. ميه وستة وتلاتين ألف ريال. هاد السلسلة هادي كتجي قتالة البنات حتى هادي، كتجي واعرة في اللبسة ديالها. اللي عجبتها غادي لها سكرين دوز الواتساب مرحبا وألف مرحبا. وغنمشي لكم البنات لرادكو اللي جبناه اليوم وراه داير الهمة والشان. حاليا دابا الذهب اليوم لقيناه ب 430. بغيت تغلطني تصفطني داير 430 اليوم غدا الله اعلم. وكاين الرادكو البنات، هذا ملك الذهب كما نسميه انا لانه مطلوب لواحد الدرجه قصوى. كاين هاد الرادكو الغليظه، كاينه ديال اللوبيا، هادو كذلك سامبل غليظه، وكاينه ديال الاس. غنعطيكم غير الغرامات ديال كل واحد فيهم، وحاولي تدخلي لنا وقولي لنا الغرامات اللي بغيتي. كاينه 13.13 وكاينه 14.39، كاينه 22 غرام، وكاينه 15.84، وكذلك كاينه، وهذا ما عرفتش شحال فيه التالي، ما عرفتش شحال فيه حيت ما دايرينلوش الغرامات ديالو.
حاولي تدخلي عندي الواتساب وقولي لي الجرامات اللي بغيتي، وكما قلت لكم راه غنحطوا التصاور بالجرامات بكل شيء، غير تدخلي الواتساب لاباج غتلقاي كاع اللي بغيتي عندي بالجرامات بالثمن بكل شيء. الرادكو هذا الملك الذهب اللي كيكون مطلوب بزاف، واللي لاحظت ان بزاف